بكم وبكنا في هذا البودكاست الجديد. اليوم اختارينا نتكلم على واحد الموضوع وحنا على بعد أيام قليلة على اليوم ديال المستهلك. متى نسمعوا هذه الكلمة ديال المستهلك بوحدها تسائلنا. أولا راه الكثير منكم غيكون عارف ذاك الكتاب ديال بول بودغيار اللي كتبوه في 1970 على مجتمع الاستهلاك، أنه الاستهلاك ولا طريقة ديال العيش ولا تعطي تراتبية في المجتمع جديدة، تقريبا بغات تحل محل تراتبية الطبقية، وأنه الأشياء اللي كنشريوها ولا كنراكموها واحد العدد ديال الأشياء بشكل حقيقة اللي هو مهين لأنها كثيرة يعني كتبدر الموارد الطبيعية اللي كتصنع بها وغيرها. هاد يعني تكديس ولا مراكمة الأشياء ولات طريقة ديال العيش، وخصنا كلنا نسأل نفوسنا لماذا، خصوصا أن اليوم كاينة أزمة وكاين فوارق كثيرة وكاينة حتى أزمة بيئية كنا تكلمنا عليها في لقاءات أخرى. إذن كيفاش حتى كنصنعوا هذا المجتمع ديال الاستهلاك؟ كاين واحد الكاتب واحد اخر جان بول بريغيلي اللي كتب كتابه مهم جدا في 2005 على كيفاش كنصنعوا الناس اللي ما كتفكرش مزيان، بالفرنسيه لا فابريك دي كريتان. الناس اللي كاين اتفاقيات دوليه، يمكن هادشي يبان لكم غريب ولكن هادشي مبرمج له، يعني لاكور ديال ليزبون في 2000 اتفقوا هاد الناس اللي يديرون العالم على انه المدرسه خصها تخرج 10% ديال النخب و 90% ديال اليد العامله اللي يمكن لنا نستغلوها في اشغال عده وما نخلصوهاش مزيان وندوسوا على كرامتها. اذا وحنا اليوم في اليوم ديال المستهلك بغينا نشوفوا المستهلك المغربي اللي يعني بهذا ارتفاع الاسعار ديال المواد الغذائيه الاولى والاساسيه وارتفاع ثمن ديال المحروقات والثمن ديال الطاقه ديال الغاز، راكم كتعرفوا يعني انه هاد الموارد كلها اللي تستعمل. بغينا نشوفوا هذا المستهلك المغربي كيفاش دايره اوضاعه وكيفاش يمكن لنا اننا اولا نشروا واحد الثقافه باش ما تبقاش نصنعوا مستهلك ولكن نصنعوا مواطن صالح. هذا المواطن الصالح اللي غدا غادي يعرف يستهلك يعني الحاجة اللي هو محتاج لها، ماشي استهلاك المفرط وأنه يصبح عبدا لهذه العملية ديال استهلاكي. ولكن هذا الشيء خصنا نزيدو نفهموه بأنه الاقتصاد العالمي اليوم مازال مبني على الإنتاجية المفرطة ليبر برودكتيفيزم وعلى الاستهلاكية المفرطة ليبر كونسوميريزم، وهذا الشيء كله يؤذي الطبيعة ويؤذي حتى الإنسان. ولهذا رغم يعني لو باكت ديال روم ديال 1972 اللي قال بان الطبيعه راه كتوضع حد الامكانيه ديال النهب ديالها، واليوم كاين دين بيئي على المستوى العالمي. اذا اش غادي نديروا بالنسبه حنا المغاربه؟ المقترح الاول هو انه نقوموا بتسقيف الاسعار، الاسعار الاساسيه ديال المواد الاستهلاكيه الاوليه وكذلك ديال الطاقه وكذلك ديال الغازوال. والاجراء الثاني اللي كيبان هو الرفع من الاجور، خصوصا الاجور الدنيا والضعيفه، باش الناس تمكن لها على الاقل تساير شي شويه هذا الارتفاع الصاروخي ديال المواد الاستهلاكيه. ولكن واش هذا الشيء كافي؟ وحنا كنعرفوا بلادنا لسنوات وهي مجمده الاجور، وان حتى ديك الطبقه المتوسطه اختفت لان بالثقل ديال الديون، وانها يعني المعيشه كتغلى وهي الراتب الشهري ديالها كيبقى هو هو. لقينا ان الطبقه المتوسطه اختفت، وفي هذا البرنامج الحكومي تذكروا معايا بانهم كيقولوا بغينا نقويو الطبقه المتوسطه لان هي اللي خصها تستهلك، وبغينا كذلك ايضا نخلقوا طبقه متوسطه في العالم القروي. اذا اللي كيهمنا اليوم يعني في هذا اليوم ديال المستهلك هو اننا نفهموا باننا بغينا مجتمع ماشي ديال الاستهلاك، مجتمع ديال العمل، واننا ننتجوا ونستهلكوا المسائل اللي حنا في حاجه اليها. وانتم تعرفوا ان الاستهلاك ماشي فقط غير الماكولات والمشروبات، ولكن كذلك كل المواد الاخرى اللي خصها تستهلك بطريقه اللي هي عقلانيه. ولكن هذا الشيء اش كيطلب؟ اولا خصنا بلادنا نهضوا بها، خصنا ثوره
في مجال التضريب، يعني إصلاح ضريبي حقيقي باش يمكن لينا نستخلصوا ضرائب من عند الناس اللي عندها أموال طائلة، ونستخلصوا ضرائب على الثروة، وحتى ضرائب على النقل ديال الميراث اللي كيكون مرتفع باش يمكن لينا ندخلوا فليسات. ثانيا خاصنا نأهلوا المدرسة ديالنا، المدرسة ديالنا خاصها تكون موحدة، وخاصها تكون تكون واحد المواطن المواطنة اللي يكون فاهم، واللي يكون ماشي مستهلك بليد ولا انتهازي ولا غير غادي يجري وراء مراكمة الأشياء والمواد، ولكن واحد الإنسان اللي هو يعني كيفهم القيمة ديال العمل، وكيعرف كيفاش يستهلك، وكيعرف كيفاش أنه يوفر، كيفاش يخرج من العنق الزجاجة ديال هذه المديونية المفرطة، وأنه يكون غدا كيفكر ويفكر معنا كيفاش يمكن لينا نبني اقتصاد اللي غادي يحمي كذلك البيئة ويحافظ على التوازنات ديالها. خصنا كذلك نفكروا في الإصلاح ديال الصحة، لأنه راه ما يمكنش إلا ما صلحناش التعليم العمومي والصحة العمومية، ما غيمكن ليناش نضمنوا الكرامة ديال الإنسان المغربي اللي حنا دابا تنتكلموا عليه كمستهلك. هذا الإنسان المغربي خصنا نوفروا له الصحة، والصحة اليوم راه خصنا تقريبا 100,000 منصب، 30,000 منصب ديال الأطباء، وما باقي ديال الممرضين والمساعدين باش يمكن لينا نهضوا. خصنا كذلك المستشفيات ديال القرب باش نقدموا خدمات عموميه للناس، ماشي فقط غير المستشفيات الكبيره. خصنا كذلك اننا نفكروا في واحد العدد ديال 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 الامور، منها النهوض بالعالم القروي. العالم القروي اليوم حنا امام الفشل ديال المخطط الاخضر، حنا عندنا الاراضي اغلبيه ديالها بوريه يعني خاصها الشتاء وكذا، كنا كنزرعوا يعني الزراع والفصال الماشيه وكذا. هذا المخطط الاخضر جا وتعطي بعض الاعانات لبعض الفلاحين اللي عندهم واحد الهكتار، وكيوريهم كيفاش يمكن لهم انهم يديروا الكوتا كوت وكذا، وانهم ينتقلوا الى فلاحات اخرى. هذه الفلاحات اخرى سواء منها زراعه الزيتون او غيرها، راه ما كتطابقش مع المناخ ديالنا، وما كتنطابقش اكثر مع الندره ديال المياه اللي حنا ما بقيناش كنلقاوها، لاننا استنزفنا المياه الجوفيه لسنوات بشكل اللي هو غير عقلاني. خاصنا كذلك نفكروا في الصناعه. الصناعه خاصها تكون عندنا صناعه اللي هي تحويليه، وخصنا اننا نفكروا غدا نخلقوا يعني مقاولات صغرى ومتوسطه حتى في المجال ديال الفلاحي، باش ماشي نبداو غير نتجو بعض الفلاحات، ولكن كذلك نشوف كيفاش نحولوها ونحولوها الى مواد ذات قيمه مضافه. خصنا نفكروا، واليوم حنا امام مشكل كبير اللي هو ديال البذور. هذه البذور اللي هي محتكره من قبل ابناك ديال البذور، على راسها مونسانتو وبايونير وبايير وجوج شركات وحدين اخرين في العالم، اللي هما كيخدموا على لي زوجيام يعني الحبوب المتحوره اللي كتزرعها هذا العام وما كتقدرش غدا يعني العام الجاي انك تزرعها. اذا حنا خصنا نحافظوا على البذور الاصليه ونطوروها، ونديروا كذلك البنك ديال البذور بالنسبه لنا. علاش هذا الشيء كله؟ هذا الشيء كله باش غدا نوفروا الامن الغذائي، الامن المائي، والامن الصحي، فضلا على الامن الطاقي، الامن الطاقي الذي يسائلنا اليوم. الا كنا اليوم حنا بلد لا ننتج هذه الطاقه الاحفوريه من بترول وغاز، ولكن راه كانت عندنا شركه ديال التكرير، مازالين حنا نطالب ونلح على اعاده التشغيل ديال هذه الشركه اللي هي كتقوم بواحد العمل كبير، وما كتخليناش حنايا عرضه لهذه المساله ديال تحرير الاسعار. احنا ماشي ضد التحرير يعني في المطلق، ولكن خاص المراقبه ديال التحرير ديال الاسعار اللي اليوم عطاتنا واحد العدد من الناس خصوصا في الجائحه ديال كوفيد تغناو اكثر كيفاش يقل. واليوم تنتكلموا على الشعب المغربي اللي هو يعاني، والمستهلك والمستهلكه المغربيه اللي ما بقاو عارفوا ما يديروا في القفه ديالهم، ورمضان على الابواب، وانتم تعرفوا المغاربه كيبغيو ياكلوا على الاقل بواحد الطريقه اللي هي متوازنه في هذا الشهر الفضيل، ولكن الخضر طلعت بزاف، اللحوم كذلك. علاش طلع هذا الشيء بزاف؟ لانه الطريق ما بين المنتج وما بين المستهلك فيها واحد العداد ديال الوسطاء. هذوك الوسطاء راه بحال واحد المافيا، لانه من حقهم يربحوا واحد القسط، ولكن ماشي من حقهم انهم يستولوا على كل الارباح. كذلك يعني السوق ديال الجمله اللي كان في الدار البيضاء خصنا نشوفوا كيفاش كيخدم هذاك السوق، هذاك اللي كيدخل له المواد وما كتخلصش الضرائب بشكل اللي هو مقاد، وما كنحافظوش على الجوده ولا على الثمن بالنسبه للمستهلك المغربي. اذا الا بغينا يعني نحميو المستهلك المغربي
خصنا نوجدوا لواحد المنتوج اللي يكون بثمن مناسب ويكون صحي، ونوجدوا قوانين صارمه كتضرب على ايادي المحتكرين وعلى ايادي هاد الوسطاء اللي كيربحوا ارباح اللي هي خياليه واللي كيخليو الثقل كله على المستهلك. ثم كاين خصنا نطرحوا سؤال كبير علينا ديال السياده ديال بلادنا والامن الاستراتيجي ديالنا، سواء في الطاقه او في يعني الغداء او الماء. وحنا اليوم ننصاع بواحد الطريقه اللي هي بشعه ومخجله للتوصيات ديال المؤسسات الماليه وعلى راس صندوق النقد الدولي اللي هو اللي تيملي علينا هاد السياسات ديال التقشف التي لا تقول اسمها، واللي هي بالفعل سياسات ديال التقشف واللي يعني تفرغ جيب الفقير وتغني الغني. حنا باش نوصلوا العداله الاجتماعيه، عداله جهويه، عداله مناطقيه، خصنا عداله ضريبيه، وخصنا نحاربوا الريع والفساد، ايوا، وخصنا نبنيو دوله ديمقراطيه وجهويه حقيقيه. هذه هي اللي غادي تعطينا هذيك الامكانيه ديال التنميه اللي كتسمى جلوكال، يعني كل جهه غادي تكون فيها تنميه، والمجموع ديال هذه التنميات هو التنميه الوطنيه. بلا ما نساو بان اساس التنميه هي التنميه البشريه، وخص المدرسه العموميه الجيده التي تحرر وكتسلحنا بالقيم الرفيعه ديال التضامن وديال الاخاء. ثم خصنا الصحه العموميه اللي بهما يعني المدرسه العموميه والصحه العموميه غادي نصونوا الكرامه ديال المواطنه والمواطنين، وملي يجي اليوم ديال المستهلك يلقانا في احسن حال ونحن نحارب الاستهلاكيه المفرطه والانتاجيه المفرطه، وتنحافظوا على الطبيعه وننسجوا علاقات جديده ما بين الانسان وما بين الطبيعه، وتنتقدموا في بناء المغرب الديمقراطي اللي فيه العداله الاجتماعيه.